اهلا بحضراتكم كعاده شاشه قناه النادي الاهلي دايما بنحط جماهيرنا في الصوره وبنتابع مع حضراتكم. يمكن اللقطات اللي حضراتكم شفتوها قبل ما نرجع دي لقطات حيه من المغرب والنادي الاهلي في اول حصه تدريبيه في المغرب استعدادا لمباراه ان شاء الله يوم الاحد. اللي حضراتكم شفتوه يعني احنا شايفين وانا يعني تحليل الوشوش كده يعني في ابتسامه في هدوء في اذا كان على مستوى مجلس الاداره اعضاء مجلس الاداره او حتى على مستوى اللاعبين عندهم ثقه في نفسهم بشكل كبير جدا وده مهم. يعني الثقه بنحترم الخصم مفيش اي شك الفريق الوداد فريق كبير لكن كمان احنا النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله. احنا النادي الاهلي اللي رايح هناك المغرب عندنا ادفانتج احنا كسبانين المباراه الاولى 2-1. احنا النادي الاهلي اللي بنسعى وكل الجماهير بتدعم وورا فرقتها لإن شاء الله الحصول على رقم قياسي الكأس رقم 11. خلينا نرحب بنجومنا النهارده في المحترف الكابتن عادل عبد الرحمن طبعا كابتن مصر والنادي الأهلي. كابتن عادل مساء الخير عليك نرحب بيك. أهلا بيك الله يخليك. صخرة الدفاع كابتن عمرو الحديدي. حبيبي يا كابتن هاني منور عمور. ربنا يخليك كابتن. الانطباع كابتن عادل انطباع اللي انت شفته من خلال يمكن الثلاث دقايق اللي قدامنا دوت انطباعك ايه وكمان انطباعك الشكل العام للمباراه يوم الاحد هتكون عامله ازاي؟ اولا لازم نبقى فخورين بالنادي الاهلي في الفتره دي. انت بتلعب في 6 مواسم 5 فاينل ودي حاجه رقم كبير جدا ما بتعملش في انديه كتير قوي. صحيح. يعني دي واحد انت بتتكلم على القاره. يعني رقم اتنين الحاجه المهمه انك انت فرقة متمرسة على المباريات بالشكل ده. انت عندك خبرات كتيرة قوي وكبيرة قوي في انك انت تروح تلعب المباراة. رد الفعل اللعيبة هم رايحين التدريب كل وقت ولأدانه زي ما بيقولوا. بمعنى انك انت تروح عندك تدريب عندك تركيز للتدريب للفترة دي اللي انت بتشتغل بيها. ممكن يكون بعد عنك المدير الفني بعد عنك الضغوط بتاعة المباراة أثناء التدريب. لأن هي فيها ترتيبة وليها زي ما بنتكلم فنيه لازم نتكلم كمان الناحيه النفسيه عند اللاعب. المهم اللعيب نفسه كمان احساسه بالمباراه ايه. يمكن ناس كتير لما يقرب الفاينل اي فاينل يلعبوه مدربين كتير او ناس فاهمه انه لازم تضغط على لعيبتك ولازم تبقى لعيبتك مركزين 100%. ده انت بالعكس انت لازم تشيل من عليهم الضغوط لانه اصلا هو عنده حمل تقيل اللي هي مباراة فاينل. يعني أي لعيب في الدنيا هيركز طبعا في مباراة فاينل. فأنت إزاي أنت توازن عن الناحية النفسية إزاي أنت تدخل اللعيب بدون ضغوط نفسية. ده اللي أنا شايفه من أريحية اللعيبة وشوش اللعيبة في وقت أنك أنت طول ما أنت بعيد عن المباراة فترات ما تبدأش التركيز النهائي في الوقت ده. يعني أنت لو ركزت قبلها بيومين ثلاثة هيحصل فطور أثناء قبل لما تروح المباراة. فتركيزك بيبقى التركيز العادي اللي هو النورمال اللي فرقه النادي الاهلي بتشتغل عليه طول عمرها. اول ما تقرب للمباراه بقى شويه هتبدا تشتغل انت في الحته بتاعت انك انت تركز ازيد اهدافك اللي انت بتعمله. لكن في اخر الموضوع هي مباراه كره قدم. صحيح. احنا عندنا امل ان احنا ان شاء الله ناخد الكاس برجالتنا بلاعيبتنا. مطلوب منهم حاجات كتير قوي هنتكلم عليها الامور الفنيه نتكلم عليها ولكن في اخر حاجه يا كابتن هاني عايز اقولها ان دي مباراه التركيز فقط لا غير. طيب